إن الحمد لله نستعين به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا زوج له ولا ولد له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عشرة قواعد لا تستطيع الحياة من غيرها. واحد بالورقة والقلم ونكتب مع بعض. لا تقول نعم بسهولة، حبذا لو أن تستبدلها فسأحاول من أجلك، ولا تسألني عن السبب لأنك ستعلم لاحقا ما السبب بالخبر أو بالعشق أو بالتجربة. اثنين، لا تتعاطف مع الذين اختاروا الهلاك بأيديهم، لكن تستطيع أن تشفق عليهم في الخفاء. ثلاثة، لتكن مشاعرك غالية على قلبك، لا تجعلها عرضة لكل من هب ودب. أيضا أربعة، كف عن تضخيم أخطائك الساجدة الساذجة التي تظن أنك وحدك تعيشها. خمسة، واجب عليك أو حتما وأكيدا أن ترأف بنفسك من كل مشاق الدنيا وابتسم ما استطعت. ستة، لتكن مهنتك بالحياة قارئ ولا تقبل بأقل من ذلك. سبعة، ابتعد حين تشعر أن وجودك يقترب من نهايته، غادر واحتفظ بما تبقى منك. ثمانية، إنه الاعتياد أسوأ ما قد يحصل لك. تسعة، لا تشارك الآخرين الأخبار السيئة ولا تتأخر عن نقل الخبر الجيد لمن يهمه الأمر. عشرة، لا تقل نعم وأنت تضمر لا. تاني، لا تقل نعم وأنت تضمر لا، قل ما في قلبك ولا تجعل أي أحد يضغط عليك، كن أنت حارسا لنفسك ولا تجعل أي أحد يضغط عليك أو يتحكم فيك وفي مشاعرك. عشرة قواعد فعلا لن تستطيع أن تعيشها في هذه الحياة بدونها، يريد ننشرها لكل حبايبنا ونعلمها زي ما سمعناها النهاردة. أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.